السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مباركة، تحية مقدسية فلسطينية عربية إسلامية من أرض فلسطين ولأرض فلسطين باسم شعوب الأمة العربية والإسلامية عبر هذه الشاشة الموقرة، شاشة قناتنا، قناة الرافدين، قناة المقاومة والمقاومين. ونذهب وإياكم أو نتواصل معكم في هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة لمجريات الأحداث في قطاع غزة، تسميها المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، بينما يطلق عليها الاحتلال الصهيوني حرب السيوف الحديدية. فنحن على ثقة قبل أن تنتهي المعركة بأن الطوفان سيغرق السيوف الحديدية وسيحطم الإرادة الصهيونية كما حطمها وهشمها في 7 أكتوبر، ذلك الصباح المبارك الذي انتصرت فيه المقاومة وحسمت المعركة في ساعاتها الأولى. وكل ما تبقى من فصول في هذه الملحمة هي فصول عز وشرف وكرامة وكبرياء عربي إسلامي سيسطرها المجاهدون في أرض فلسطين المحتلة. آخر الأخبار الواردة من فلسطين تفيد بالتالي: الاحتلال يكذب على نفسه، يكذب كما يتنفس ويقول بأنه قد قضى على كل المجموعات التي استطاعت النفاذ والعبور إلى داخل فلسطين المحتلة، وبأنه بدأ الآن عمليته أو حربه العسكرية باتجاه قطاع غزة من خلال القصف المتواصل، بالإضافة إلى عمليات برية سيقوم بها في وقت لاحق. أما المفارقة المؤلمة بالنسبة له هو أنه يعلن بشحمه ولحمه بأنه يشتبك مع خلايا على ما يبدو بأنها كانت خلايا نائمة في بعض المستعمرات والمناطق الصهيونية. وبذلك تتأكد رواية أن المقاومة ما تزال في عمق الاحتلال الصهيوني. هذه واحدة. الثانية: المقاومة التي تضرب على مدار الساعة في قطاع غزة والتي من المفترض بأنها خسرت الكثير بناء على سردية الاحتلال وأكاذيب الاحتلال، حذرت الاحتلال حتى ما قبل 5، يعني قبل ساعتين من الآن، من 5 تماما، وهي تقول للاحتلال، وقد وصلت بعض الرسائل على الهواتف المحمولة للمستوطنين الصهاينة في مدينة عسقلان على وجه التحديد، تقول لهم: نحذركم ونطلب منكم بترك منازلكم لأننا سنقصف هذه المدينة. وهذا التحدي مركب للاحتلال، يعني أنت تملك كل شيء وتملك الطائرات وتستطيع أن تقصف أي مكان وأي شبر في قطاع غزة، لكن من هذا القطاع نحن نقول قبل 2 أو 3 ساعات تقول المقاومة بأنه سيتم عملية قصف لمدينة عسقلان، وربما في هذه الدقائق قد بدأت هذه العملية من المقاومة الفلسطينية. دعوني أرحب بثلة من الكتاب والإعلاميين والباحثين المحترمين من أبناء قطاع غزة. معنا عبر سكايب من هناك الأستاذ أحمد الكومي، كاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا سيد أحمد. كما سينضم إلينا لاحقا الأستاذ أحمد قديح، الصحفي والإعلامي الفلسطيني، والأستاذ إسلام شهوان، الكاتب والباحث أيضا في الشأن الأمني والعسكري. أستاذ أحمد، أولا قبل أن نخوض في النقاش السياسي ونقاش بعيد المدى قليلا، بودنا الاطلاع على مجريات الأمور. تحذيرات المقاومة قبل قليل، قبل ساعتين أو ما يزيد، بأنها ستقصف مدينة عسقلان، وهذا تحدي جديد من تحديات المقاومة، كيف تعاقبون عليها؟ يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية هي تدير المعركة باقتدار واضح، وهي يعني من الواضح أن الميدان بالنسبة للمقاومة منضبط، هي تدير معركة صعبة مع الاحتلال الإسرائيلي لا شك، يعني لأننا نتحدث عن عملية تحمل اسم طوفان الأقصى، هي تشكل انعطافة خطيرة في الصراع العربي الإسرائيلي وحتى في شكل المنطقة ككل. لذلك نقول دوما بأن ما بعد 7 أكتوبر أو هذه العملية وما بعدها سيكون شيء مختلف تماما على شكل الخارطة السياسية في المنطقة بأكملها، لأن هذه المنطقة هي يعني العملية حققت إنجازات كبيرة من اليوم الأول، من اللحظة الأولى لها. إسرائيل لا شك لا تزال تعيش حالة الصدمة، إسرائيل لن تخرج من الصدمة حتى لو انتهت هذه العملية، لأن نتحدث عن حصيلة قتلى كبيرة جدا في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. في الحرب عام 1967 كانت عد خسائر الاحتلال الإسرائيلي 650 قتيل، في انتفاضة الأقصى في عام 2000 في السنوات الأربع الأولى كان نحو 1100 قتيل، اليوم نتحدث عن أكثر من 900 قتيل في يوم واحد
استطاعت حركة حماس أستاذ والمقاومة أحمد، أستاذ الفلسطينية أحمد، تخرج. أعتذر لمقاطعتك، لكن دعني أذكر بهذه الأخبار العاجلة التي ترد: رشقات صاروخية غزيرة مستمرة من غزة تجاه عسقلان في هذه اللحظات، وهي بكميات كثيفة جدا من صواريخ أطلقتها كتائب القسام، وصاروخ كما سمي، لا أعرف هل المقاومة الذي أسمته، لكن كما تقول الأخبار صاروخ جحيم عسقلان يدخل الخدمة. هل تشعرون بذلك الآن وأنتم تتحدثون من غزة؟ نعم، بالتأكيد بالتأكيد كل شعبنا الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة كان ينتظر توقيت الساعة الخامسة الذي أعلنت عنه كتائب القسام لقصف مدينة عسقلان ردا على الانتهاكات الإسرائيلية واستهداف المدنيين في قطاع غزة. وبالتالي من الواضح أن المقاومة تدير معركة عقول، وهذه معركة صراع عقول مع هذا الاحتلال المجرم. السلوك الميداني للمقاومة في الساعات الأخيرة كان من الواضح أن المقاومة تحاول أن تلقن العدو درسا كبيرا في استهداف المدنيين، تريد أن تكبح يدها عن ارتكاب المزيد من الجرائم. المقاومة تستشعر أن الاحتلال يريد أن يغطي على صورة الفشل التي مني بها، يريد أن يوصل رسالة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه يدير حربا حقيقية مع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يريد أن يظهر بأنه يحاول لملمة الجيش الإسرائيلي ورفع معنوياته بعد حالة الانهيار الكامل التي مني بها الجيش الإسرائيلي على غلاف غزة وما زال يلملم جراحاته. وبالتالي المقاومة الفلسطينية هي تدرك هذه المعادلات وتدرك استراتيجيات الجيش. يمكن أن نقول أن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يطبق استراتيجية الضاحية في قطاع غزة من خلال توسيع رقعة التدمير والدمار في قطاع غزة للتغطية على الفشل. نتنياهو نفسيا وقادة المؤسسة السياسية والأمنية مطالبون بتقديم إجابات على أسئلة الفشل التي منيها، وبالتالي يحاول نتنياهو إعادة الاعتبار المفقود للجيش الإسرائيلي. لكن المقاومة تدرك هذه المعادلات، ولكن هي تفرض أساليب جديدة في أساليب قتالية جديدة في الميدان. ودعني أشير إلى أن المقاومة الفلسطينية من الواضح عبر قصف مدينة عسقلان وإدخال أسلحة جديدة للخدمة، من الواضح أن هناك الكثير من الأسرار التي لم تكشف عنها المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام. لكن وهذا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، هنا نتوقف، اسمح لي بالانتقال للأستاذ إسلام شهوان الكاتب والباحث السياسي. أستاذ إسلام، هنا يطرح السؤال في الحقيقة: كيف تستطيع المقاومة أن تفعل كل هذه المعجزات؟ أستاذ أحمد يتحدث عن مزيد من المفاجآت والأسرار التي في جعبة المقاومة، ونحن نتكلم معذرة عن سهل ساحلي، عن 365 كيلومتر، عن مكان لا جبال فيه ولا أحراش، يعني ليس شبيها بأي جغرافيا في العالم، وهي تنام على ساحل المتوسط هذه المدينة الباسلة. كيف يتسنى ذلك للمقاومة؟ السلام على جميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يتقبل شهدائنا. بكل تأكيد في العرف العسكري والأمني والاستخباري، غزة لا تعتبر عمق استراتيجي ولا تعتبر طبوغرافيا عسكرية، بمعنى التضاريس والموانع والعمق الجغرافي وغيره من السهول والجبال والتضاريس الجغرافية الطبيعية. غزة تفقد هذا بشكل مطلق، وبالتالي لكن هناك في غزة شيء لم تستطيع أن تدركه كل قوى الشر، ولم تستطيع أن تدركه أجهزة الاستخبارات الصهيونية، أن هناك إرادة وعزيمة، لأن أصحاب هذه الأرض هم على حق، وبالتالي يبحثون في كل زاوية وفي كل حفرة وفي كل يعني نقطة عن كيف يؤذون هذا الاحتلال وكيف يرضعون هذا الاحتلال. بكل تأكيد غزة ما زالت يعني حتى هذه اللحظة تواصل بكافة أشكالها المختلفة المقاومة، وعلى رأسها كتاب القسام التي تقود المعركة والتي تقود عملية طوفان الأقصى. ما زالت هناك بعض البشريات، وما زالت حتى اللحظة الآن تدك عسقلان بكمية كبيرة من الصواريخ لم تشهدها منذ انتفاضة عام 2000، منذ بداية إطلاق أول صاروخ قسامي. ثم أن قبل قليل، قبل تقريبا نصف ساعة، مجموعة من المقاتلين من كتائب القسام تسللت عبر بعض المستوطنات وخاصة في مستوطنة دكين، وقبل قليل في سديروت الآن تم العثور على عدد كبير من القتلى منذ اشتباكات أمس وصباح هذا اليوم. وبالتالي إذن نحن أمام سيناريو أمني عسكري معقد، كما تحدث به أحد ضباط قادة CIA الأمريكان منذ أمس، ونحن نتابع هذا التصريح، أن ما حدث في غزة من قبل حماس سنحتاج إلى سنوات لكي نفهم ما حدث بالفهم الأمني العسكري الاستراتيجي. نعم، حماس استخدمت
أدوات لم تستطيع كل قوى الأمن المحيطة بقطاع غزة، سواء كانت استخبارات إسرائيلية أو أمريكية حتى بما أنها تتواجد في المنطقة، أو حتى عملائها في المنطقة من بعض الأنظمة العربية، لم تستطيع أن تشير إلى معلومة واحدة. وبالتالي ما استخدمته كتاب القسام في هذه المعركة هو التضليل الاستراتيجي وعمل أمني استخباري باحتراف، وسجلت عديد النقاط، وأن الساعات القادمة ستعلن يعني كافة يعني بشريات هذا الحدث وهذه العملية المباركة إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني المبهر أو المذهل في هذه العملية أو هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، هو في اتخاذ القرار الأول الذي تلخص في مجموعة كلمات ربما لم تصل إلى جمل، هو أن عملية أو معركة ستفتتح باسم طوفان الأقصى. وأنا أتخيل أنهم يعني قرروا بهذه الطريقة، وبأنها ستكون على نحو التالي: دخول مئات المقاتلين والاشتباك ومع قوات الاحتلال وتطهير غلاف غزة، ثم العودة لمن يستطيع العودة والبقاء لمن يستطيع البقاء والشهادة لمن تكتب له الشهادة، بالإضافة إلى أعداد ضخمة من الأسرى ولدى المقاومة. كل هذا في كفة، وفي كفة أخرى نقرأ جملة أخرى مفادها بأن هذا حصل في دولة يرتعش منها العالم، دويلة تخيف العالم، ولا أحد يتجرأ على مجرد التفكير بإهانتهم بتصريح إعلامي، لتأتي غزة ويأتي الشعب الفلسطيني ومن خلفه الأمة العربية والإسلامية ويقول: نحن لا نعترف بهذا الشيء. من قال لكم أن هذا يعني لم يخطر في بالهم كل هذه الحسابات؟ كيف تنظر إلى هذا استراتيجيا؟ يعني الحقيقة عملية طوفان الأقصى بهذا التصميم وهذا التنفيذ وبراعة التنفيذ واللوحة الوطنية المشرفة التي رأيناها والتي تسجل صفحة تاريخية مشرفة في تاريخ نضالنا الفلسطيني، والتي تمثل انقلابا كبيرا في كل معادلات الاشتباك مع العدو، كل المعارك التي خاضتها المقاومة الفلسطينية السابقة خلال السنوات السابقة في كفة، وعملية طوفان الأقصى في كفة ثانية، لأنها تمثل كما قلت انقلابا كبيرا في معادلات الاشتباك. الإجابة على سؤالك يمكن أن تكون في القراءات الغربية الأمنية لعملية طوفان الأقصى. من الواضح أنه هناك إجماع كبير لدى كل الخبراء الأمنيين في أن ما فعلته حماس هو بالغ التعقيد، عملية معقدة جدا، عملية ليست بالبساطة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، بل هي عملية بالغة التعقيد معقدة، استخدمت فيها حركة حماس كل أساليب وتكتيكات الاقتحام والضرب والاستهداف والتغطية، وعطلت العديد من المنظومات الأمنية. دعني زميلي أشير إلى أربعة من أبرز صور الفشل التي منيت بها إسرائيل في هذه العملية. الأول وهو عدم أو الفشل في قراءة ما يدور في عقل المقاومة الفلسطينية، في قراءة نوايا حركة حماس تحديدا. أما الثاني فهو الفشل العمليات عند لحظة التنفيذ وتعطل المنظومة الأمنية الاستخباراتية والعسكرية بأكملها عن تعطيل الهجوم الذي بادرت إليه حركة حماس وامتلكت فيه عنصر المفاجأة والمبادئة. الفشل الثالث هو في انهيار الجيش الإسرائيلي عمليا بكل معنى الكلمة. فرقة غزة في الجيش الإسرائيلية لم يعد لها وجود في الدقائق الأولى. كل المواقع العسكرية، أكثر من 12 موقع ونقطة عسكرية كانت موجودة ومنتشرة على طول غلاف قطاع غزة، كلها في الساعة الأولى كانت في يد حركة حماس. الفشل الثالث وهو إلى الآن مرور أكثر من 60 ساعة على بدء العملية ودخول مقاتلي المقاومة الفلسطينية، ولا يزال الجيش الإسرائيلي عاجز عن ملاحقة هؤلاء المقاتلين أو الاشتباك معهم وحسم المعركة معهم. وبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تفشل كل مبادئ الأمن التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتحديدا الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد مبدأ الإنذار والحسم ومبدأ الحسم والإنذار. وبالتالي اليوم حتى الجيش الإسرائيلي لم يعد قادرا على حسم المعركة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل. ولذلك من الواضح أنه استراتيجية حماس والمقاومة الفلسطينية في الوقت الحالي هي إبقاء المعركة إلى أطول فترة ممكنة في الداخل المحتل من أجل التشويش على خيارات المؤسسة العسكرية في اختيار وتصميم شكل الرد على هذه العملية. وهذا يسجل لحركة حماس، وهذا ما بدا واضحا في الارتباك الذي يبدو على نتنياهو شخصيا وعلى مؤسساته العسكريه الاسرائيليه. لذلك هو يهرول باتجاه
انشاء حكومه طوارئ وقوميه، وهو يهرول باتجاه اعلان او المصادقه على بند الحرب في سبيل محاوله تقديم صوره للمجتمع الجمهور الاسرائيلي بانه ما زال يحارب وانه ما زال على الجبهه. لذلك حماس سجلت او ضربت اكثر من عصفور بحجر واحد، وسجلت انعطافه كبيره وتاريخيه في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي. انا دعني اقول لك انه ما جرى سيساهم في تغيير الخارطه السياسيه في المنطقه. هناك الكثير من واضح ان هناك ابعاد استراتيجيه كبيره. نعم استاذ احمد، نعم اشكرك على هذه الافاده، ارجو ان تبقى معي. استاذ اسلام، جانب ما تفضل به الاستاذ احمد، نحن لا نتكلم عن تكتيكات استراتيجيه عابرة للزمن والجغرافيا، وبالمناسبة هي كما تفضلت قطاع غزة بلا عمق استراتيجي أو ظهير جغرافي مع الأسف الشديد، ومع ذلك هي قررت أن تصنع المعجزة. وما تفضل به الأستاذ أحمد كلام في غاية الأهمية، أضيف عليه أيضا أمرا متعلقا بالتكتيك الميداني. يعني المقاومة أرادت أن تتعامل مع الاحتلال بنفس المنطق الذي بدأ بقصف الأحياء بدون تحذير. الآن المقاومة تقول له إذا لم توقف سياسة تهجير المدنيين من منازلهم فسنواصل كما تقول كتاب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، وثم سننتقل إلى تهجير مدينة أخرى وهكذا. وهذا يعكس أن المقاومة ما تزال تمتلك زمام المبادرة، بل بالعكس هي التي تبادر بالفعل، أليس كذلك؟ بكل تأكيد أن المقاومة الفلسطينية الآن أصبحت مقاومة راشدة وقادرة ومقتدرة على إدارة زمام الأمور، بل بالعكس قادرة على أنها تصنع الحدث، والحدث الذي صنعته حقيقة حدث عالمي تخطى حدود الإقليم وتخطى حدود البعد العربي والبعد الإسلامي يعني منذ الأمس نحن نرصد تصريحات لرئيس كوريا الشمالية ورئيس روسيا والصين والشيشان ودول لم تكن موجودة على الخارطة، بمعنى أن الحدث الذي يعني صنعته المقاومة وبادرت في إدارته حتى اللحظة، وأنا أتحدث لكم الآن هناك الآن ميدانيا الآن اشتباكات تدور في زكيم وفيها قاعدة عسكرية كبيرة جدا، إذا المقاومة لديها القدرة على إدارة المعركة حتى فيما يتعلق بمسألة الاستهداف، القصف بالقصف والبيوت بالبيوت، ولكن المقاومة مقاومة تراعي القانون الدولي والإنساني في الصراعات، بمعنى أنها تمهل منذ أكثر من ساعتين وأمهلت، وهي دلالة على أنها تعطي رسائل لكل العالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان، لكن الاحتلال الآن يقصف بيوت المواطنين على من فيه على ساكنيه، لكن المقاومة تدير المعركة بحكمة وباختبار، حتى عندما أعلنت أمس أنها تريد إعدام كل رهينة مقابل قصف بيت هي أيضا راعت كل المتغيرات الإنسانية والقانونية الدولية. لذلك المقاومة عندما تقوم بفعل هي قادرة ومقتدرة وبحكمة تدرس كافة المتغيرات لهذا القرار، وأن القرار وأن الحدث الذي فعلته المقاومة تخطى البعد الدولي وتخطى حدود الدنيا كلها، هي أيضا تدرك المتغيرات، وكما يعني تحدث زميلي الأستاذ أحمد أن هذا الفعل المقاوم وأن هذا الحدث الكبير طوفان الأقصى سيغير وجه المنطقة، أن هناك أنظمة عربية تتأثر، دولة الاحتلال لم تعد كما كانت قبل 7 أكتوبر قبل هذا الطوفان، وأن فلسطين ليست كما 7 أكتوبر، وأن هناك متغيرات، وأن من اتخذ هذا القرار يدرك طبيعة هذا الحدث الكبير ويدرك طبيعة المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية. وأنا أعتقد أن الأيام القادمة من حتى منتصف أو حتى نهاية هذا الأسبوع ستكون هناك متغيرات أمنية وعسكرية كبيرة جدا، إن لم تتوقف دولة الاحتلال عن قصف المدنيين وإن لم تتوقف عن تجديد حصارها على قطاع غزة. الآن الاحتلال يشدد من حصاره، يقطع الماء والكهرباء ويقطع كل يعني الخدمات الإنسانية، لكن المقاومة توجه يعني ضرباتها بمراعاة الحقوق المدنية والإنسانية حسب القانون الدولي للصراعات، وبالتالي المقاومة تعطي أيضا صورة إنسانية مشرقة حتى في صراعها مع هذا العدو ومع هذا الاحتلال، وبالتالي أعتقد أن الساعات القادمة وحتى نصل إلى يوم الجمعة أعتقد أنه ستكون هناك متغيرات أمنية وعسكرية كبيرة إضافة إلى المتغيرات السياسية التي أيضا وضعتها المقاومة في جعبتها، أن هناك أهداف سياسية لابد من تحقيقها، لكن ننتظر الساعات والأيام القادمة وسيكون هناك يعني ما يسر كل أمتنا العربية والإسلامية. شكرا إن شاء الله. لك على هذه الرسالة، أرجو أن تبقى معي أستاذ إسلام. أستاذ أحمد،
ما تتفضلون به غاية في الأهمية. أنتم تتحدثون من قلب قطاع غزة، و يعني ونحن أبناء قطاع غزة بطبيعة الحال، ونحن نعرف ما الذي يدور هناك، ومع ذلك تتحدثون بهذه القوة وهذا العنفوان، وكلكم أملا وكلكم أمل بيوم النصر القادم. كيف صنعت هذه المعجزة في قطاع غزة خلال أقل من عقد من الزمن؟ يعني الحقيقة أنت كما سميتها أنت، هي معجزة، هي بالفعل معجزة. غزة 17 عاما وهي تحت الحصار، لذلك يعني دعنا نقول أنه ما يرتكب الآن بحق غزة هو لا يخيفها، من ناحية قطع المياه وقطع الكهرباء وتشديد الحصار، لأن غزة عاشت هذه المعاناة لأكثر من 17 عاما. الحصار المفروض على غزة هو أطول وآخر حصار في التاريخ الحديث، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا. لذلك إسرائيل هي تهدد غزة بما اعتدت عليه. حتى نظرتنا إلى إسرائيل تختلف عن نظرة الجميع إليها. نحن ننظر إلى إسرائيل على أنها كيان كرتوني هش ضعيف جبان لا 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 يملك حماية نفسه وتأمين نفسه لكي يوفر الحماية والأمن للآخرين. لذلك حتى مجرد التلويح، وهذا ما يجعل مجرد التلويح بالحرب البرية لا يخيف شعبنا الفلسطيني ولا يمس بمعنويات شعبنا الفلسطيني. والعديد من المشاهد والفيديوهات التي شاهدناها جميعا، أب يحمل جثمان طفلته الشهيدة وشهيدة ويرفعها أمام وسائل الإعلام ويقول فداء كتائب القسام وفداء المقاومة الفلسطينية. نعم. بأي أداة وأي سلاح وأي جيش، إسرائيل تريد أن تقتل الإرادة في قلب هذا المواطن الفلسطيني. لذلك نحن نملك إرادة البقاء، نملك إرادة الحياة. نحن وهذا الشعب هو الذي شكل الحاضنة الحقيقية والحامية والظهر الحامي للمقاومة الفلسطينية، التي استطاعت أن تبدع هذه الصورة واللوحة الفنية الجميلة للبطولة والانتصار. أعتقد أنه ما فعلته حركة حماس من الساعة الأولى لهذه العملية هي بعثت الروح في كل أمتنا العربية والإسلامية وشعوبها المناضلة. وبإمكانك أن ترى العديد من الأصوات الداعية إلى نصرة وإسناد قطاع غزة، وكما رأينا في جمهورية مصر العربية وكما رأينا في جنوب لبنان، الشعب العربي عمليا بدأ يتحرك وبدأ نسمع تحرك الشعوب العربية. لذلك ما فعلته المقاومة هي صورة انتصار حقيقية، هي إعادة القصة إلى أصلها. هذا هو إسرائيل، هي العدو المركزي والأول في المنطقة العربية، وهو عدو ضعيف وهش وكيان كرتوني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، سواء بالحلفاء أو بغير الحلفاء، سواء بقطع الحماية الأمريكية أو بغيرها، لا يمكن لهذا الكيان أن ينتصر على إرادة شعبنا الفلسطيني. نعم. المقاتل الفلسطيني الذي يبلغ ثلثي أو يمكن الغالبية من مقاتلي كتاب القسام الذين دخلوا إلى الداخل المحتل، اقتحموه وأطلقوا النار على المستوطنين، هم في عمر العشرينات، بمعنى شباب. نعم. كان كل همهم وكان من مواليد عام 2000 في غالب. بالمناسبه كانوا ينظروا الى فلسطين على انها المستقبل. نعم. لم يكن امامهم صوره لاي مستقبل باستثناء فلسطين والعوده الى الارض وتحرير الارض وطرد هذا الكيان. جميل هذا الوصف، جميل هذا الوصف استاذ احمد، اشكرك عليه. ودعني استغل هذه المناسبه، طبعا المقاومه لم تعلن عن اي ارقام في الحقيقه، لا في الداخل ولا في الخارج، ولم تتكلم عن اي ارقام، بينما بعض وسائل الاعلام تتكلم عن ان الاحتلال وجد 1500 جثه لمقاتلين فلسطينيين في تلك المستوطنات، وطبعا هي لا تأخذ من مصدر المقاومة مع الأسف الشديد. وهل تعتقد بأن هذا صحيح أولا، وهل تعتقد بأن لهذا الإعلان مغزى ما؟ أعتقد أن إسرائيل تمارس الحرب النفسية، تمارس بروباغندا في منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب، تريد بأي صورة من الصور أن تلملم جراحاتها وتلملم وتعيد الاعتبار المفقود منها وتعيد تحسين الصورة المتدهورة. لذلك تريد أن تمارس حرب نفسية باتجاهين، حرب نفسية ضد شعبنا الفلسطيني وتثبيط معنويات شعبنا، ومحاولة نزع الحاضنة الشعبية، وهذا الاتصال، هذا الاتصال المتين بين الحاضنة الشعبية للمقاومة، بين المقاومة نفسها وقيادتها. وفي الوقت نفسه تريد أن توصل رسالة إلى المجتمع الصهيوني الداخلي، رسائل طمأنة، رسائل احتواء
رسائل محاولة معالجة آثار ما حدث، وأنه والتقليل من صورة الانتصار الذي أنجزته حركة حماس. هذه هي الرسالة الأساسية والهدف الأساسي، هي التقليل من صورة وحجم الانتصار وحجم المعركة الذي حققته المقاومة الفلسطينية. لا تريد أن تقول، تريد التغطية على الفشل الذي منيت به إسرائيل أمام العالم. إسرائيل كيان هي أكبر وأكثر كيان يتلقى الدعم العسكري من العالم، أكثر من أوكرانيا نفسها التي تخوض الآن حربا ضروس مع روسيا. إسرائيل أكثر دولة في التاريخ تلقت دعم عسكري، ولذلك لا تريد إسرائيل أن يعرف المجتمع الدولي والعالم أنها تلقت ضربة كبيرة من مجرد منظمة مسلحة فلسطينية فضيحة مسلحة. فضيحة. نعم، هذه فضيحة من هي قطاع غزة. هذه هي الفكرة الأساسية. نعم، أرجو أن تبقى معي يا أستاذ إسلام. نحن نتكلم عن سياسة أولا انتقامية من الاحتلال، يعني ما يقوم به حتى اللحظة هو من باب الانتقام بشكل أساسي، والتدمير الهائل الذي يقوم به كي يقول بأنني أستطيع أن أصنع صورة ما حسن من الانهيار الحاصل الأمني والعسكري لديه، ويهدد بالحرب البرية كما أشرتم في التعليق السابق. ومع ذلك المقاومة تستمر بأعمالها مرة بعد أخرى وتفاجئ الاحتلال. أولا، ما السيناريوهات التي تتوقعونها لمجريات الأحداث والمعركة على أرض الواقع؟ سيد إسلام، طيب أرجو أن يعود سيد إسلام مرة أخرى. هل ثمة سيناريوهات محددة تتوقعونها أستاذ أحمد؟ نعم. أستاذ إسلام إذن معنا، تفضل. نعم نعم، هل أعتقد أن الآن من المبكر الحديث عن أي سيناريوهات. لا يستطيع أحد من المحللين أو حتى من الخبراء أو من أصحاب الاستراتيجية العسكرية أن يتوقع بأي سيناريوهات قد تكون قريبة للصواب أو للواقع أو للمنطق، خاصة وأن العدو ما زال مجروح وهو الآن يتصرف بوحشية. لكن هناك تقريبا 3 سيناريوهات قد تكون مبدئيا ممكن وضعها للنقاش. السيناريو الأول أن يستمر هذا الحال على ما هو عليه، تستمر لمدة تتجاوز مدة 2 أو 3 أسابيع، والقصف المتبادل وعمليات الإنزال خلف خطوط العدو والمناورة والمشاغلة واستنزاف الاحتلال إلى فترة طويلة. أو أن السيناريو الثاني وقد نرجحه وهو حتى نهاية هذا الأسبوع قد يضطر الاحتلال أمام استمرار المقاومة وصمود الحاضنة الشعبية وعدم زعزعة معنويات أبناء شعبنا أن يتنازل شوية وأن ينزل عن الشجرة فيما يتعلق بممرات إنسانية وهدنة إنسانية من خلالها يطلب العمليات مبادلة لبعض الأسرى الإنسانيين، سواء كان بعض النساء والأطفال أو حتى بين الطرفين. وهذه حقيقة ستفتح مجال لكل الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك والألمان وغيرهم من تواصل منذ اللحظات الأولى حتى نعمل على تثبيت هذه التهدئة الإنسانية وتتدخل الأمم المتحدة ويصبح قرارا أمميا دوليا. أو أن السيناريو الثالث وقد يكون مستبعد أن وهو الدخول البري، وأعتقد أن الاحتلال في معركة سيف القدس وحرب 2014 كانت المقاومة لم تكن بهذه الإمكانيات وبهذه العزيمة والإرادة، وكان يهدد بالاجتياح البري. أعتقد أن الاحتلال عجز عن ذلك، وأن 4 كتائب من كتائبه لم تستطيع الاقتراب من حدود قطاع غزة مسافة 4 كيلو الآن، ورجال المقاومة ورجال القسام قد دخلوا عليهم الباب وأجهزوا عليهم بالكامل. اليوم تصريحات بعض المراسلين العسكريين الصهيونيين أن فرقة غزة لم يعد منها أي عسكري أي جندي أي مراسل أي في أن القسام قد استطاع السيطرة على غرفة الإدارة والسيطرة، بالتالي لم تستطيع قوات النخبة ولم يستطيع قوات الناحل وغيرهم من الوحدات الخاصة أن يدرك طبيعة العمل التي قامت به كتائب القسام. وبالتالي عندما سميت طوفان الأقصى هي فعلا طوفان، طوفان أمنيا وعسكريا واستراتيجيا. وبالتالي هذا السيناريو قد يكون مستبعد، خاصة وأن إمكانيات الاحتلال وأن الاحتلال ما زال مهزوز وكافة وحدات العسكرية قد أصيبت بالمقتل. نعم. وهناك عدد كبير من الأسرى الجنود لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي قد نشهد السيناريو الثاني حتى نهاية هذا الأسبوع قد تطلب إسرائيل تنزل عن الشجرة وتطلب هدنة إنسانية بضغوطات دولية طبعا حتى يفتح المجال لحوار مع المقاومة. نعم. وأن المقاومة قد تحدثت أن التفاوض الآن لن يكون تحت
النيران، وبالتالي هناك رسائل واضحة وأوصلت أمس رسائل لكل المعنيين ولكل الوسطاء في الإقليم أن المقاومة جاهزة ولكن نعم. ليست ضمن ظروف سيد إسلام أرجع تحت النار. نعم وصلت الفكرة. أرحب بالأستاذ أحمد قداح الصحفي الفلسطيني معنا أيضا عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أستاذ أحمد قداح مرحبا. ليبدو أن الصوت لا يصل، إذا نحاول مرة أخرى العودة للسيد أحمد. أستاذ أحمد الكومي، الرشقات التي يعني أولا تعرف المقاومة حتى اللحظة، الناظر إلى 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 ما يحصل في قطاع غزة يعني يعتقد للوهلة الأولى بأن يمكن لهذه الضربات المتتالية وللقوة الكبرى والكبيرة جدا النارية التي تمتلكها يمتلكها الاحتلال أن يؤثر على أداء المقاومة، لكن النظر إلى الرشقات التي خرجت على 4 مراحل حتى الآن ويبدو أن هناك مرحلة خامسة وربما سادسة هي ضخمة جدا وكبيرة، وكأن سلاح المدفعية الخاص بالمقاومة لم يمس، وكأن فعلا 3 أيام من الضرب المتواصل للاحتلال وطائراته التي لا تغادر سماء قطاع غزة لم تصب أيا من هذه الصواريخ بسوء. يعني باعتقادي كان تصريح المقاومة واضح بالأمس واليوم بأنها جاهزة لمعركة مستمرة يمكن أن تمتد إلى 6 أشهر، وأعتقد من صمم جمال البدايات بهذه العملية البطولية، عملية طوفان الأقصى، بهذا العنفوان وهذا الاندفاع وهذه الشجاعة وهذه الجرأة، باعتقاد أنه هو جاهز بالفعل حقيقة لخوض معركة مع الاحتلال يمكن أن تستغرق إلى 6 أشهر، لكن بالتأكيد المقاومة تراهن أن هذا الجيش لا يصمد أمام الحروب الطويلة، وهذه هي نقطة ضعفه والثغرة الكبيرة في الجيش الإسرائيلي بأنه لا يخوض حروب طويلة. أم هناك بالمشاركة من جهات أخرى؟ يعني دعني أقول أنه باختصار وصف الوضع أو الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة باختصار، اليوم المقاومة هي ستحاول بأكبر قدرة قتالية على إبقاء المعركة في الداخل المحتل، وهذا ما بدأ واضحا في الساعات الأخيرة حين تم الإعلان عن محاولة تسلل من زكيم ودخول مقاتلين لكتائب القسام وانسحابهم. لذلك تكتيك المقاومة سيكون بمحاولة إبقاء المعركة في الداخل المحتل لأطول فترة ممكنة من أجل التشويش على خيارات الرد الإسرائيلي والتشويش على إبقاء الجيش منشغلا في الداخل المحتل من أجل كسب المزيد من الوقت. لذلك أفضلية الميدان وأفضلية الوقت ستستمر لصالح المقاومة. المرحلة المقبلة والساعات المقبلة وهذا ما بدأ في قصف عسقلان، أعتقد أن المقاومة ستنتقل إلى مرحلة إدارة النار عبر التحكم بماديات مختلفة بناء على السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، وبعبارة أخرى ستحاول المقاومة توجيه الغضب الإسرائيلي أو عفوا توجيه السلوك الإسرائيلي بما يسمح بتحييد استهداف المدنيين. بإمكانك أن تستهدف البنية التحتية، قصف البيوت، في النهاية هذه بيوت يمكن إعادة بنائها، لكن أن نبتعد عن الاستهداف المدنيين، وهذا ما يبدو عليه سلوك المقاومة في المرحلة الحالية. باختصار الضغوط السياسية لن تنجح في إلزام الاحتلال بالتراجع عن رد فعله أو عن التوقف عن إعلان الحرب أو عن وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة، وقف حرب ضد قطاع غزة، لأن الصدمة كبيرة، الضرر الذي لحق بالجيش الإسرائيلي وبإسرائيل كبير جدا ولا يمكن جبره من خلال الضغوط السياسية، لكن الضغوط الميدانية أعتقد هي التي ستوقف الجيش الإسرائيلي وستجعله يعيد حساباته واعتباراته مرة أخرى في حرب. وأنا أقصد بالضغوط الميدانية هي وحدة الجبهات، بمعنى أن تكون هناك مشاركة سواء من الضفة المحتلة أو من القدس أو من الداخل المحتل أو من استمرار المشاغلة في جنوب لبنان. لذلك أعتقد أن الضغوط الميدانية هي التي ستجعل الجيش يقف عند حدود قطاع غزة ولا يستمر في مخططاته للرد على العملية المفصلية في تاريخ الصراع الفلسطيني. نعم أستاذ أحمد أحمد قطيح، هل عاد معنا إلينا؟ طيب نعود أستاذ أحمد قطيح، السلام عليكم. طيب إذا مرة أخرى الأستاذ إسلام شهوان، ونحن نتحدث عن هذه المعركة وهناك أصوات مشرفة في الحقيقة وقفت مع شعبنا الفلسطيني، بعض المواقف كانت على درجة عالية من المسؤولية والثقة بالشعب الفلسطيني وبنضاله، وهي من مؤسسات علمائية وأممية في العالم كله،
وبعضها كان متخاذلا إلى أبعد مدى وفاجأ الجميع في الحقيقة. من ضمن المواقف الجميلة التي قرأناها هي كانت على لسان الدكتور مهاتير محمد، وهي تغريدة كانت باللغة الإنجليزية وجهها للعالم كله، وفي خضم هذه الانتفاضة المباركة انتفاضة طوفان الأقصى ضد العدو الصهيوني، ووسط حملات الدعم والمساندة والتعاطف الذي تلقاه هذه الحملة المباركة من شعوب العالم، ظهرت الكثير من الأصوات النشاز التي تلبس الحق بالباطل وتشكك في هذه الانتفاضة المباركة، مدعية أنها مدفوعة من إيران وحزب الله بهدف فرض شروط إيران على أمريكا لاستكمال دورها في تجذير النهج الطائفي المذهبي. أصوات المغفلين هذه تتناغم مع الإعلام الغربي الصهيوني الذي يصف هذه الهبة البطولية بأنها عمل إرهابي. لكن في يوم 9 أكتوبر 2023 كتب الرجل المحترم العادل كما يصفه الكاتب وباني ماليزيا الحديثة الدكتور مهاتير محمد تغريدة باللغة الإنجليزية استعرض فيها لماذا قامت انتفاضة طوفان الأقصى، ورد فيها على رواية الدول الغربية وأجهزتها المتعددة بضمنها إعلامها المنافق العنصري المريض الذي يقول أن هذه أو يقول هذه المعركة هي هجوم إرهابي على إسرائيل من حماس وحزب الله وإيران، وقال إن هذه الرواية الكاذبة هدفها تخويف شعوب الغرب بادعاء أن هذا الهجوم هو هجوم على الديمقراطية والشعوب المحبة للسلام، وأن الغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من هذا الادعاء مبررا لدعمه العسكري لإسرائيل، ويرد على هذا الادعاء بالقول هذه الرواية كاذبة، والحقيقة هي أن إسرائيل ترتكب منذ عقود جرائم حرب ومذابح وجرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم تتواصل بلا انقطاع منذ 7 عقود، وبالإضافة إلى استيلاء على أراضي الفلسطينيين من خلال اتفاق مع المحتل السابق لفلسطين يقصد بريطانيا، فإن المستوطنين الإسرائيليين يستولون بالقوة على أراضي وحقول الفلسطينيين. نكتفي بهذا القدر ونكمل في وقت لاحق بقية المقال. أستاذ إسلام، السؤال يدور هنا في الحقيقة عن إعادة الأمور إلى نصابها، يعني الأمة يعني العالم كان بحاجة دائما إلى أن يتذكر أن الحق الفلسطيني وراءه مطالب وبالتالي لن يضيع، وجاء طوفان الأقصى لتذكر العالم بهذا بأبجديات قضيتنا بألف باء القضية الفلسطينية. يعني هم شرعوا مثلا المقاومة لشعبنا في حدود عام 67، قالوا بأن هذه مناطق محتلة عام 67 والاحتلال غير شرعي فيها، أما المناطق المحتلة عام 48 فوقعوا عليها بأنها للمحتل الصهيوني، ولما جاء المقاتلون وقاتلوا في مناطق 67 اهتز العالم وارتج وقال لا حق لكم بالقتال بهذه الطريقة. يريدون أن نلتزم بسقوفهم، أن يلتزم الشعب الفلسطيني بسقوفهم وبشروطهم التي يفرضوها علينا. كيف تنظرون إلى هذا التحول؟ القضية الفلسطينية حقيقة بعد عام 1994 كان في تحول خطير جدا، وذلك بعد اتفاق أوسلو ومجيء السلطة، أصبحت قضية يعني، وحاول الاحتلال والعالم الغربي حاول أن يقنع العالم أن هي الآن أصبحت قضية فلسطينية، وأصبح يقدم هذه القضية إلى أن أحدث الشرخ والانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية. لكن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بفضل الله عز وجل ما نسيت في كل معاركها وفي كل يعني جولات الصراع مع الاحتلال أن تذكر العالم وتذكر أبناء شعبنا الفلسطيني أن هناك وحدة جغرافية كاملة متكاملة هي أرض فلسطين التاريخية، وقد نشهد قيام دولة فلسطينية على حدود 67 لكن دون الاعتراف الكامل بحق دولة الاحتلال في الوجود. لكن في معظم جولات الصراع كانت المقاومة الفلسطينية تستفز أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى يعني تدرجنا إلى غاية 2012 معركة فجارة السجيل، والتي كانت المتغيرات العربية والإقليمية مختلفة عندما قامت الربيع العربي، صارت كل الشعوب العربية وإسرائيل شعرت أن هناك تهديد وجودي حقيقي. قصير نعود بعده. نعود.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه المتابعة الإخبارية لمعركة طوفان الأقصى التي تدور رحاها في قطاع غزة مع قوات الاحتلال الصهيوني. أرحب بضيفي الكريمين أستاذ أحمد الكومي عبر سكايب والأستاذ أحمد قديح الصحفي الفلسطيني. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أحمد قديح مرحبا بك. أستاذ أحمد تسمعني؟ طيب نعود للأستاذ أحمد الكومي معنا عبر سكايب لنتحدث معك عن مشريات هذه الأمور. طبعا الاحتلال يبدو أنه في حاجة لوقت طويل لاستعادة زمام المبادرة، التقاط أنفاسه من جديد، خاصة أن هناك أحداث الآن هي إن تحققت في الحقيقة ستكون مصيبة بالنسبة للاحتلال، سواء التبليغ عن حدث أمني داخل المقر الحكومي في القدس أو عن وجود خلايا مقاتلة حتى الآن تشترك في بعض المناطق داخل في الداخل المحتل. هذه كوارث بالنسبة له، بينما هو يستعد لاجتياح بري لقطاع غزة ولمعاقبة قطاع غزة على فعله الذي قام به. يعني أنا أعتقد أنه من المخاطرة الكبيرة، أو بالأحرى سيجر نفسه إلى فخ كبير إذا ما فكر بالإقدام على حرب برية ضد قطاع غزة وهو لم يحسم بعد الخلايا القتالية التي تواصل خوض اشتباكات مع قوات الخاصة في الداخل المحتل. وأنا كما قلت في البداية أنه حماس، لذلك حماس تسعى إلى أطول وقت ممكن وبأكبر جهد ممكن أن تواصل إبقاء المعركة في الداخل المحتل، لأنها تشعر بأن الاحتلال، يعني هذه ثغرة كبيرة في جدار الاحتلال المنهار عمليا. أعتقد أن نتنياهو يحتاج إلى كثير من الوقت للملمة صفوف جيشه وتحسين معنوياته ورفع معنوياته بعد الانهيار الكبير والخطير الذي جرى في معنويات هذا الجيش. وكلنا شاهدنا المشاهد التي نقلتها بعض النشطاء الإسرائيليين لمشاهد جنود الاحتياط وهم يرفضون القبول الاستدعاء للخدمة في الاحتياط وقبول الاستدعاء للعمل في الجيش في هذا في أوقات الطوارئ. وأعتقد أنه هذا أحد ملامح وأحد النجاحات البارزة الذي استطاعت حركة حماس أن تسجل ضربة قوية في معنويات هذا الجيش. وبالتالي أعتقد أنه اليوم المقاومة الفلسطينية مطمئنة لما يمكن للساعات المقبلة، وهي تدير المعركة باقتدار وتعرف إلى أين يمكن أن تصل نهاية هذه العملية. كل التوفيق للمقاومة الفلسطينية وحفظ الله الشعب الفلسطيني من كل سوء وحفظكم الله. أستاذ أحمد نلتقيكم في أوقات النصر إن شاء الله. نعود للأستاذ أحمد قديح الصحفي الفلسطيني من مدينة غزة. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا بالسادة المشاهدين. نتمنى لكم السلامة والتوفيق أستاذ أحمد في التغطية الإخبارية لهذه المعركة، وقد فقدتم بعض الزملاء الأصدقاء من الإعلاميين في هذا اليوم للأسف الشديد جراء قصف صهيوني استهدفهم. تعازينا لكم، أعظم الله أجركم، ونرجو أن يعني تعطينا تقييما فيما يتعلق بالأداء الإعلامي للإعلاميين في قطاع غزة تحديدا. بالتأكيد شكرا الله سائقكم يونس، وكذلك يعني نعبر عن حالة من الغضب لهذا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الصحفيين العاملين في الميدان في مدينة غزة. 7 حتى هذه اللحظة ارتقوا الشهداء أثناء العمل، وهناك زميلة صحفية ارتقت مع عائلتها أيضا داخل منزلها بشمال قطاع غزة. العمل الإعلامي لم يتأثر بهذا العدوان الإسرائيلي، ونحن نعلم وأنت كذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي دائما يوجه السلاح ويوجه الاتهام إلى الصحفي الفلسطيني باعتباره أنه الناقل الحقيقي للرؤية الفلسطينية والزاوية الفلسطينية في الأحداث الجارية بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الاحتلال لا يعزمه كثيرا نقل هذه الرواية الفلسطينية ونقل الأحداث من الجهة الفلسطينية وتسليط الضوء على الجريمة بحق الأبرياء والعزل والمباني. فقام بقصف الليلة الماضية مجموعة من الصحفيين أثناء قصف منزل في المدينة، وبالتالي نتحدث عن جريمة حقيقية وقعت، وتم تشييع جسامين الشهداء العمل الصحفي في مدينة رفح ومدينة غزة هذا اليوم. ومع ذلك التغطية الإخبارية الصحفية لكافة الزملاء العاملين هنا في القطاع مستمرة لليوم الرابع على التوالي، تغطية حية مباشرة لكل الأحداث
الميدانيه لعمليات القصف الاسرائيليه التي تتزايد يوما بعد يوم وفي كل لحظه، والعمليات القصف التي تزداد كل لحظه، وكذلك لرد فعل المقاومه التي كان اخرها دفعه صواريخ كبيره على عسقلان، وهذا كله ياتي في ظل اظهار الصوره الايجابيه هنا في قطاع غزه، وان المقاومه الفلسطينيه ما زالت تخطف البلدات الاسرائيليه رغم تهديد الاحتلال. أشكرك جزيلا أستاذ أحمد قطيح الزميل الصحفي، وأتمنى لك السلامة إن شاء الله ولكافة الزملاء، ونسأل الله أن يحفظ الشعب الفلسطيني من كل سوء وأن ينصر المقاومة المظفرة بحوله وقوته سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية التي سنكون من خلالها معكم كل يوم بحول الله تعالى في أكثر من محطة إخبارية لمتابعة مجريات المعركة. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.